من تكاك في تكاك. 5000 دخل ابراهيم، الولد عنده فرصه، عنده طموح، عنده شغف، بيرجع. ما بيرجع والله يرجع. خلنا نقول قدر الله وما رجع يا اخي، يمكن عطى فرصه يسوي شيء في المشروع، خليه يا اخي يضرب. صح، اقسم بمن احل القسم هذاك الرجل، شوفه طلع، اقسم بالله انه تنازل عن امور، انا اشهد، وانه يشكي لي وانه يعلم لي امور، والله انه ما يتحملها رجل، والله ما يتحمل من 27، والله ما يتحملها رجل. انا يوم اقول خليت جامعه، خليت يوم اشوف واحده من الحاجات اللي تنازل بها، تكون عليك مصيبه، تكون علي مصيبه. والله انك صادق، والله انك صادق. ضامني يا عيال، ضامني. يوم هو كذا راحت كل شيء، حتى فرصه ما عطيت. بكره قل له، بكره ترحل ابراهيم بكره كلمه في دين، في دين بسال عنه. والله الذي لا اله الا هو، الجوال معه، ما يقول في الكوشن روم من فتره. انا والله ما اعلم، والله ما ندري، العيال شوف المقطع، والله ما يدرون العيال اللي شافوا المقطع. والله ما ضر رجال، والله ما ضر رجال، من ذا ولا تغير علينا، ولا تغير. لو انه من ذولاك اللي ياخذ جوال عشان يشوف وما ادري ايش كان قلنا ايوه، لكن هو ماخذه من ظروف ما ندري، من هم يروح ما ادري انه دا سنه. ولو يسمع كلام الجمهور تغير علينا، ما تغير، ولا خذه يقرا رجال، خذه حل، جعل في الامر خير ورب الله يجعل في الامر خير. شفت المقطع اللي في كلام اليوم، والله اني ما توقعت 1% انما جعل في الامر خير يا رب، وبيطلع ان شاء الله. لانه لو ما كان محتاج حق التليفون، استخدام التليفون، كان انا ما اتجه لطريق التليفون. لو واحد ثاني عنده نيه ولا شيء، تلقاه تغير، تلقاه تاثر، قرا كلام جمهور، تلقاه تاثر على تغير على فيصل ولا العمر. الجميع عنده واحد، كلهم غلاهم واحد، كل تعامله واحد. طيب، لا من دين، لا من خلق، لا من ابتسامة، لا من كلام. حتى يا رجال يوم يسولف عليك تقول له ارفع صوتك عشان تسمع. ما عمره زعل على واحد، ولا زعق ولا ازعج ولا هذا. اما غنى لك شيء زين يطربك، ولا قال لك كلمه زينه، ولا ابتسم، طلع ومحبوب عندنا، ما يطلع الا طيب. ترى والله العظيم ترك رساله هنا انها في الخاطر. نعم والله العظيم، طيبته بأخلاقه، كل اللي طلعوا أطيبنا. والله أنا ما أطيبنا، والله على باسل، على يونس، على ماهر، ما في واحد بيضرنا. نعم، والله أنا يجي من خير ويجي من شر، والله كلهم الثلاثة الأربعة الحمد لله يا رب. يروح لأهلها، يمنعنا من الحزن، يروح لنا أهلها. بس احنا تضايقنا يا جماعة، والله ما انفرحانين، تضايقنا من القرار اللي صار. لو دخلت إبراهيم بدل ما أنك تطلع لنا شخصين في أسبوع واحد، صراحة صعب. والله لو الكلام يزيد ما واحد وايد صعب. وعبد الله اقول لك نقطة، انا اشوف عمر، اشوف ماهر، اشوف ربيع، اشوف الشباب فيصل، ترى ماني اشوفكم كذا، كانتوا اشخاص فاضيين وجيتوا برنامج، واللي وراه اهل، اللي وراه ام فرحانة انها سوى ولدها كذا، اللي وراه ناس، اللي وراه جمهور يفرحون يدعمونه، عيال عمه، اهله. يا عيال ماهر شهر عسل تنازل به، يا عيال صح، شهر عسل تنازل به، والله اتكلم لكم جد، شهر العسل تنازل به. تزوج وجاك هنا اسبوع عشان هدف وعشان حلم وعشان طموح، تضحية دي يبغى يوصل. ما والله ما والله والله كلمة متسرع، وانه ما في الله صادق يا الله. يا رب ان كان لي دعوه مستجابه انك ترزق. يا الله يا رب، آمين. كل من خرج يا رب، آمين. كل آمين والشباب، آمين. عاد اليوم واحد، الله أعلم بكرة واحد، آمين. عاد الحين نموني، عاد توتر النموني، والله الحالة صدق خماش شخص، والله النموني دي والله إني أكرهها كره لا يعلم بها إلا الله. يوم أشوف الستة بعد ما يختارون، أيوة، محيوسين ويسوون ويجهزون، كل واحد متشبث بحلمه وده يرجع. حنا يا الباقيين، شفت الستة اللي بيختارون؟ ترى حنا كلنا كان عن الستة، كان حنا الستة، يا فلان ونشتق ويجي وتعال وسو ومسح وذا ويجي يفضفض، واللي عنده حلم واللي متوتر، والليلة الستة كلهم الليلة ما ينامونه، بكرة يخاف انه يطلع، بكرة انه ما يخاف انه ما يقدم زين، بكرة انه ذا. والله اذكر مشروع يونس كنت انا معه، والله العظيم لو تشوف الجهد، انا اشوف لو شافوا الجهد اللي سواه قبل المشروع على دقيقتين من السهر، من الترتيب، من الهم اللي فيه، عرق تفكير، من يبغى واحد تلقى يوجه ويمسك جوا، تكفى انا ابغى اسوي كذا، وتوقعك انت نجتهد احنا معه وهو شايل هم مشروعه. لو يشوفون الشيء اللي يصير قبل البرايم، كيف الواحد من اللي عند من السته من منه كيف يتوتر وما ينام ويقلق ويسوي ويفكر. الشاعر كل الشعار اللي شاركوا
ما ينامون الا 8 الصبح 9 الصبح. ايوه رب البيت. ولا ويخاف كل اللي سووا مسرحيه ما يختار، وتلقاه يقول تكفى يا فلان ابغى اجي، وطلبات ويصرف من رصيده عشان يجي مع ممثل، ولا ينام ويقلق. وتلقاه والله انهم في الاسره من سدحين ما ينام، وانهم ما هم نايمين. انا متاكد ولا واحد دخل برايه من اللي راح هذا السته 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 ذولي انه نام زين، وغير الجهد اللي سواه يحضر للمشروع اللي بكره. تؤمن بالله انا دخلت برايه ما طبعي انه معروف إيه؟ افكر اسوي اعمل احط احذف بيت اسوي بيت اسوي مسرحيه اسوي قصيده. يا اخي تفكر في ابوك يعني، تفكر في امك، تفكر في املهم، تفكر في طموحهم. هو بين الثنتين، بين مشروعه اللي هو بكره وين مشروع الحقيقي اللي جاء عشان. اي والله يا ولد بكره بينتهي كله كذا، بيروح بسم الله. انا بكره يمكن الساعه 11 في الليل طالع برا، اللي انا الامل اللي انا حاطه المشروع اللي انا بانيه في 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 القريه، بيروح كذا الساعه 11 بيمشي. وبين مشروعه اللي يسويه عشان يبني اللجنه، فهو بين تفكيرين، المشروع الاعظم الكبير مشروع الصغير. واليوم عندك استبعاد وعندك نمونيه وبكره ابراهيم. ما انا اذا طعت افداكم تضحكوا. لا ان شاء الله ما تضحك. اضحك اضحك على كيفي انا الحياه. اضحك انا بضحك. بنضحك اذا انت رخيص علينا. من الحزن يا مزيان. نضحك وانت رخيص علينا. نضحك وانت رخيص. اضحك انا بضحك. لا 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 والله العظيم يا اخي منعونا من الحزن يا مزيان. ما كنا ريموس عندنا يا يا خالد. يعني مثل نايف، يونس، باسل، ماهر، كيف بضحك؟ يا اخي مو اضحك شماته، انا اضحك ما ودنا احنا شماته يا اخي ما اقدر. مشاعري ما مشاعر هذه يا خالد ما تقدر تتحكم بها حتى لو انك تصبر والله العظيم. لا هذه المشكله احنا والله نضحك ما نبغى نبكي. يونس يوم يطلع الاسبوع اللي طاف والله اني ماسك نفسي ماسك. زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد، حكايات لا تنتهي.